هون بدي اعمل سلطه. هاي بندوره قطعتها، وعندي هون خس، عندي ثلاث حبات كمان خيار حطيتهم هون على جهه. الان بدي اعمل لهم بواقي عندي، راح اصورها لكم وتشوفوها. فجل عادي، عندي فجل احمر وعندي جزر، بحطهم في الخلاط. شوفوا هالخلطه ما اطيبها. وعندي هون بصل اخضر، عندي هون تفاح اخضر مع ليمونه في قشرهم. والان بدي اطحنهم. كيف صارت ناعمه؟ انا بدي اعمل سلطه ما بين القطع الكبيره والقطع الصغيره، وانا بنظر للفائده اهم شيء. شايفين هون بديره على الخليط، يعني ريحه التفاح انا صرت انزله في كل شيء عندي. التفاح الاخضر شايفين، انا رشه ملح، وعندي هون نعنع ناشف. نعنع ناشف دائما بحب ازيد فيه. وهون عندي الزيت البلدي تقريبا نص مج كبير. هون خلطت السلطه، والان نحطها في صحون السلطه. لازم يكون ضروري عاد كل يوم مشان الفائده اللي فيه. احنا بحاجه في وقت الكورونا لاي صحن خضار او فواكه.